الوقوف أكثر على تطورات المشهد في أفغانستان في ظل التقدم السريع لحركة طالبان وسيطرتها على عدد كبير من الولايات، ينضم إلينا عبر الهاتف من إسلام أباد المختص بالشأن الأفغاني عبد الرحمن الصالحي. أهلا بك معنا سيد عبد الرحمن. أهلا وسهلا بكم. أهلا بك سيد عبد الرحمن. طالبان تعلن سيطرتها على مقر ولاية هيرات ليصل العدد بالولايات المسيطر عليها إلى 11 ولاية، واستسلام بعض الولاة التابعين لحكومة كابل للحركة أيضا. ما سبب هذا التقدم السريع لحركة طالبان؟ أولا نجد أن الجديد في التقدم العسكري لحركة طالبان في أفغانستان أنها سيطرت على في البداية منذ يعني يوم الجمعة الماضية على تقريبا 10 ولايات، 10 عواصم مدن مثل بولس خمري، فلوكان، فايزاباد، قندوز. هذه المناطق الشمالية في الأول بدأت تسيطر على مناطق الشمال التي هي الأعداء التاريخيين لحركة طالبان، ومثل مثلا الموجودين في قندوز، في أيباك، في شبرغام، شربور، فرح، زرنجي. أما المناطق التي كانت تعتبر المعقل للحركة البشتونية أو الحركة الطالبان، حتى لا نتهم الحركة البشتونية أو ما شابه، الحركة الطالبانية هي الملاحظ منها عندما كانوا يقتحمون أي مدينة يركزوا بشكل أساسي على ركزوا بشكل أساسي على المناطق التي هي ذات عداء تاريخي أو بالأصح التي هي غير بشتونية. هذا الأمر سهل مسألة أن للحركة، يعني جعل الحركة أكثر شعبية في مناطقها الموجودة في الجنوب ومناطقها الموجودة في الشرق، في الجنوب ونعم وفي الشرق. طيب سيد عبد الرحمن، عندما يقتحموا أي مدينة يركزون على السجون ومقار الشرطة حتى يحرروا سجنائهم ليخرجوا ويقاتلوا معهم. طيب سيد عبد الرحمن، في ظل عفوا للمقاطعة، في ظل سيطرة حركة طالبان على عدد كبير من الولايات، هل أصبح دخول طالبان لكابل مسألة وقت لا أكثر؟ نعم، حسب التقارير أنهم الآن هم سيطروا على مدينة غزني التي تبعد عن كابل تقريبا مسافة 130 إلى 150 كيلومتر. هذا الأمر أنهك، وضع القوات الجوية الأفغانية موضع المنهك، حتى أنها تطارد مثلا الحركة جويا، خاصة مع استسلام الجنود أو انشقاق الجنود الحكومة وانضمامهم لبعضهم ينضم إلى حركة طالبان. مثل ما سلمتك أنه هناك معك أنت المناطق التقليدية، يعني سقوط كابل حسب التقارير الدولية وبما فيهم مسؤولين أمريكيين قالوا أن سقوطها ربما يأخذ 3 أشهر، لأن الآن الحركة خلق سيطرت على المناطق التي هي ذات العداء التي تختلف معها الوجهة، وانتقلت الآن إلى المناطق البشتونية التي هي كانت تضمنها. فمثلا الآن معك من المناطق اللي هي المناطق التقليدية لحركة طالبان، هلمند، جلال أباد، كونار، وغزني التي سقطت الآن، أيضا معك باكتيا، زابول، ووردك، وقندهار التي الآن الصراع موجود فيها، وهي يعني ليست بعيدة. السيد عبد الرحمن، على الرغم من هذا التقدم السريع والمستمر للحركة، الحركة نفسها تقول إنها تريد حل المشاكل عبر المسار السياسي، يعني كيف يمكن قراءة موقف الحركة وما هي المعوقات التي تحول أمام مواصلة المفاوضات في الدوحة؟ هو كانت الحكومة الأفغانية حقيقة يعني عرضت على طالبان أن تشاركها في السلطة بشرط أن يتوقف العنف في البلاد. هذا الكلام ردت عليه كانت الحركة إنها هذه ما من الحكومة تقوم بهذه الخطوة كعملية مماطلة فقط، وأنها كانت عرضت قبل ذلك على حركة، إن حركة طالبان كانت عرضت على الحكومة مثل ذلك، ولكن رفضت الحكومة. بس للأسف أن الذي يلاحظ الآن مثلا الوضع هو أن الحكومة الآن لم تستطع أن تهزم طالبان، ولذلك طرحت مثل هذا المقترح، وأنها تتبع سياسة الأمر الواقع،
يعني بمعنى التشارك، تبحث عن التشارك والتماهي مع الحركة. نعم، أيضا يبدو الموقف الأمريكي مبهما حتى اللحظة، فمن جهة تؤكد واشنطن دعمها للحكومة في أفغانستان، ومن جهة أخرى يعني تبدو غير آبها لما تتكبده هذه الحكومة أمام حركة طالبان. كيف وخاصة يعني بعد يعني طلب السفارة الأمريكية من الرعاية الأمريكيين مغادرة أفغانستان فورا، كيف يمكن قراءة الموقف الأمريكي أيضا؟ قراءة الموقف الأمريكي، نحن لاحظنا مثلا تصريح بايدن الذي كان أمس قبل أمس عندما صرح وقال صرفنا تريليون دولار خلال 20 عاما على تدريب القوات الأفغانية، ولكن القوات الأفغانية تفتقد إلى عملية الاتصالات فيما بينها، تفتقد إلى الخبرة، تفتقد، ولذلك تتساقط سريعا أمام حركة طالبان. وهو موقف حسب ما عبرت بعض الدوائر الأمريكية بأنه موقف محبط للإدارة الأمريكية. نعم. كذلك مثلا لو قرأ أن الكثير مثلا من الدول الآن مثلا بما فيها ألمانيا تدعو رعاياها للانسحاب للسفر جوا وفورا من أفغانستان، وبقية أيضا الدول كذلك. يعني نعم، يعني سريعا سيد عبد الرحمن، بالحديث عن الدعم الأمريكي للحكومة، ماذا تتوقع خلال الأيام القادمة؟ هل تتوقع دعم أمريكي لإنقاذ الحكومة في كابول أم زيادة وتيرة التقدم من الحركة لإنهاء الأمر قبل تلك المدة؟ هو هناك في محادثات الدوحة حاليا موجود من المشاركين مثلا الحكومة الأمريكية، الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الصين وطرفي الصراع الذي هم حركة طالبان والحكومة. ويقال أن هناك مباحثات سرية أو مشاورات أو جلسات سرية ما بين الحكومة الأفغانية والطرف الأمريكي وطرف الأمم المتحدة. هناك سيكون دعم، بالتأكيد سيكون دعم، ولكن دعم لا أعتقد أنه يرتقي إلى مسألة التدخل العسكري مرة أخرى، وإنما من باب التهديد للطالبان، إننا لن نعترف بكم إذا لم تأتوا مثلا بتمتعوا للشرعية الدولية وتقعدوا على طاولة المفاوضات والحوار مع بقية الأطراف وتعترفوا بهم وتشاركون سياسيا، فإننا لن نعترف أو لن يكون هناك اعتراف دولي بالحركة. إذن المختص بالشأن الأفغاني عبد الرحمن الصالحي، عذرا للمقاطعة ولكن من أجل وقت البرنامج، المختص بالشأن الأفغاني عبد الرحمن الصالحي كنت ضيفا عبر الهاتف من إسلام أباد، شكرا جزيلا لك.